السلام عليكم، تحية خاصة إلى كل متابعي قناة هدى كرافت وإلى المتابعين الجدد. بعملنا اليوم راح نشوف طريقة عمل لوحة الشناشين اللي تشاهدوها أمامكم. طبعا بهذه اللوحة أنا استخدمت يعني لوحتين كانفاس وحصلت على هذه اللوحة أو هذا الشكل. فالآن راح نبدأ بطريقة العمل والمواد اللي راح نحتاجها لهذا العمل. فأول شيء مثل ما ذكرت بالبداية أنه أنا استخدمت لوحتين كانفاس حتى أحصل على هذا الشكل. فأول خطوة راح أبدي برسم هذا الشكل. طبعا إذا حابين تتعلمون الخطوات ممكن تبطئون الفيديو وتشوفون الخطوات بشكل بطيء، ويعني العمل ما راح يحتاج أي شرح أو مجرد أنه تتابعون الخطوات، وإن شاء الله تكون الخطوات بسيطة وسهلة، واللي حاب أنه يعني يقوم بهذا العمل إن شاء الله يكون العمل بسيط بالنسبة لكم. فراح أترككم مع خطوات العمل وأحاول أنه أعطيكم بعض المعلومات بالنسبة للألوان اللي راح أستخدمها. إذن هنا بعد ما كملت رسم اللوحة راح نبدي بخطوة التلوين. بالنسبة للألوان راح أستخدم أكثر من نوع، أكثر شيء راح أستخدم ألوان الأكريليك مثل ما شاهدون أمامكم. Thank you.
بالنسبة للتضليل يعني والحدود، راح استخدم هذا النوع من الألوان ماركر ديرونت اللي هي Ink Tense Colored Pencils، وراح أشوفهم طريقتها. هذه هي ألوان بعد ما يعني تتعاملون معها بالماء أو تعرضوها للماء راح تصير ألوان ثابتة، ألوان كحولية. فتلاحظون أخذ عندي هذه الفرشة اللي هي يعني ممكن أنتم تستخدمون أي فرشة مبللة بالماء وتستخدموها بهذه الطريقة، يعني أستخدم الألوان وبعدها أستخدم فرشة الفرشة الرطبة وأمررها على الألوان فتتحول إلى ألوان كحول وتكون ألوان يعني ثابتة. وهنا عندي هذه الميتاليك ماركرز، راح احاول انه استخدمهم للتلوين. انتم ممكن تستخدمون الوان اكريليك او حتى الالوان المائيه تكون ناجحه بهذا العمل. فلو تلاحظون يعني بعد ما أمرر الفرشة المبللة بالماء على الألوان تتحول إلى ألوان غامقة ويعني تصير ألوان كحولية، وهذه راح تكون ألوان ثابتة. Thank you.
بهذه الخطوة راح أستخدم ألوان الجيلاتوز ماركت فيبر كاستيل، ويعني هذه الألوان أنتوا راح تشوفون شكلها أنه يعني هي ألوان مثل الألوان شمعية أو زيتية. عندي هذا نوع آخر. ممكن تستخدموها مع الماء، ممكن طبعا هذا هو شكل اللون. يفضل انه السطح الكانفاس يكون مغطى بالجسو الابيض او الوان الاكريليك اللي باللون الابيض قبل ما نستخدمهم. فطريقة استخدامهم مثل ما تشاهدون امامكم، راح امرر الستيك على سطح الكانفاس بهذا الشكل، بعدها نقوم بدمج اللون. ممكن تستخدمون الاصبع، ممكن تستخدمون مثلا هذه قطعة فوم هم موجودة، يعني نستخدمها لدمج اللون ونشر على سطح الكانفاس، او ممكن تستخدمون البيبي وايبس. وهذه الالوان ايضا بعد ما يعني تنشروها بهذا الشكل او تخلطوها على السطح ايضا تصبح الوان دائمية وثابتة. بهذه الخطوة أخذت هذا الستنسل ووضعته على ألوان على هذا الجزء من الألوان الجيلاتوز، وباستخدام البيبي وايس بديت أمسح قسم من هذه الألوان. هذه الطريقة راح أحصل على نقشة على سطح هذا الجزء من اللوحة. Thank you.
الخطوة الأخيرة أحاول أستخدم ألوان زيتية، وبالأخص اللون الأسود، أستخدم هذا النوع من الألوان، وأمررهم بخفة على حدود الكانفاس أو اللوحة بالكامل، وأحاول أركز على الزوايا. يعني هذا راح ينطينا يعني كأنه نقطر حدود الكانفاس بالكامل. وهذا هو الشكل النهائي للوحة بعد ما غطيتها بطبقة من الوانيش، فأصبحت بهذا الشكل. أعتقد أنه النتيجة حلوة والعمل بسيط. فإذا أعجبكم هذا العمل لا تنسون الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة إذا حابين تتابعون المزيد من الأفلام التعليمية الخاصة بالأعمال اليدوية، وانتظرون على الفيديو القادم، وشكرا.